تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 10 ديسمبر 2019. أعتذر على الأسبوعين اللي فاتوا، أنا آسف. وكمان أعتذر إن النهاردة، معلش، أنا لسه راجع من شوية صغيرة، ما لحقتش حتى يعني أبص كويس، فسامحوني لو في حاجات نوت أبديتد، يعني ده اللي أقدر أقوله. ربنا يبارك حضراتكم. والمقدمة اللي بقولها كل مرة برضو باختصار شديد، هدف الخدمة دي اللي هي التعليقات اللي بنقولها، لا جاي أقول لكم شوية أخبار، مش ده هدفي، لا جاي أخوف حد عشان أقول له حاجات تخوف ولا ترعب، لا على العكس، ولا جاي أقول لحضراتكم تحديد لحاجات معينة، ولا جاي أفسر حاجات معينة، لا. كل اللي أقصد أقوله من هذه الخدمة أو هدفي منها تذكرة لضعفي أولا، ولحضراتكم نفكر احتياجنا الشديد لحياة اليقظة الروحية في عالم قاصد يسرق وقتنا ويسرق تركيزنا ويسرق انتباهنا لحياتنا الروحية. محتاجين نستعد. ايه اقصد الاستعداد؟ مش بس عشان المسيح جاي، طبعا ده مهم، لكن عشان اي انسان يسلم وديعته في اي وقت، ايضا عشان الظلمة اللي بتزيد جدا ومفيش نور اصبح فيها غير ولاد ربنا نور العالم. فلو نور العالم ده اصبح مظلم، فالعالم ظلامه كم يكون. فلازم نستعد ونجمع زيت في مصابيحنا بالتبشير، بنتكلم مع صغار النفوس، نخلي بالنا في الوقت العالم اللي عايز يقطع لساننا عشان نعرف نعدي هذه الظلمة وتكون مصابيحنا مضاءة في وقت مجيء العريس. محتاجين الإيمان العامل بالمحبة، التبشير وبقوة في وقت بيحاولوا يحاربوا التبشير بادعاء كراهية، أو في الشرق بالمنع علشان مش عارف الادعاءات المسلمين والبلسفيم والكلام ده كله. محتاجين إيمان عامل بالمحبة، بالتبشير، بالخدمة على قد ما نقدر. مهم ان احنا نكون مستعدين، ما نبقاش زي خمس عذار الجاهلات ما كانش عندنا زيت كافي لغاية مجيء العريس. افضل انا اقول لنفسي ولحضراتكم نعيش في حياة يقظة روحية، نستعد ويجي ربنا في اي وقت، بكرة مستعدين، القرن الجاي مستعدين، واللي سلم وديعته من دلوقتي للقرن الجاي كان مستعد. احسن بكتير ان يبتاع الاخبار اللي تغم، يا كذاب، يا بتاع الاشاعات يا اللي بتخوف، لا مش مهم يقولوا اللي يقولوه. ما اعتقدش حد ندم انه كان بيفكروه ان يستعد ويعيش حياه روحيه في حياه يقظه روحيه. احسن بكتير انه انسان يكون مشغول في حياته محدش بيذكره وينتقل ويلاقي نفسه ما كانش مستعد. ربنا قال لنا علامات كتيره، حروب، أخبار حروب، زلازل عظيمة في أماكن تزيد في العدد والقوة، مجاعات بسبب فيضين وبسبب جفاف، أوبئة تبقى في أماكن نسمع عن أمراض غريبة وتنتشر بطريقة غريبة، مخاوف وعلامات عظيمة في السماء تيجي، خايفين من الأرض يخبطها عاصفة شمسية قوية أو يخبطها مذنب قوي أو غيره، وعلامات في الشمس والقمر، أو أمم بحيرة البحر والأمواج تضج والأعصير والفيضانات اللي بتزيد، والناس تبقى خايفة من بكرة حينئذ يبصرون ابن الإنسان أتين في سحابة بقوة مجد كثير، والدخان يزيد والدم يزيد والنار تزيد والحرائق تزيد والبراكين تزيد. كل ده يحصل قبل يوم الرب العظيم الشهير، قالوا بوضوح سفر الرؤيا. والحل إيه؟ محتاجين في الزمان ده لازم ندعو باسم الرب، واللي يدعو باسم الرب يخلص، لأن الزمان ده هيكون بيعمل وبقوة يمنعك بأي حجة، هوموفوبيا، إسلاموفوبيا، whatever، إن أنت ما تدعوش باسم الرب. اسم محمد مقبول، اسم داروين مقبول، اسم whatever مقبول، إلا اسم المسيح مش مقبول. حط على التيشيرت بتاعك أي حاجة عايزها إلا كلمة جيسس. ليه ربنا قال لنا العلامات دي؟ علشان ما نخافش في زمن أصبح يخوف، فلنا الحاجات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل ما ندخلش في اكتئاب زي ولاد العالم اللي أصبح واحد من كل خمسة وواحد من كل أربعة بيصاب باكتئاب من البالغين. الحاجة التانية، عشان نؤمن في زمن زاد جدا التشكيك بطرق وأوجه مختلفة وهو شيطان واحد، فزي ما قال لنا يوحنا 14:29، قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. مستحيل الكتاب المقدس كان هيقول الأمور دي بمنتهى الدقة وتشوفها قدام عينينا ويكون متألف ولا متحرف إذا كان القرآن اللي سرق منه جات معاه حاجات صح وحاجات غلط. فحاجات صح بتحصل وصدنا وحاجات غلط، ليه؟ لأنه معرفش يسرق بدقة. فالكتاب المقدس اللي ذكرها بدقة إزاي بتحصل بمنتهى الدقة قدام عينينا. الحاجة الثالثة، عشان ننتبه ونستعد، زي ما قال لنا إنجيل لوقا، متى ابتدأت تكتمل؟ في أيام، في شهور، في قرون، معرفش،
لكن لازم نرفع راسنا لأن رجعتكم تقترب. ليه؟ لأن الزمن ده بيتفنن يسرقنا ويسرق وقتنا ويسرق تركيزنا ويتزود المشاغل قوي عشان ما تبقاش فاضل حياتك الروحية. أعتقد قارن حياتك بعشر سنين والعشرين سنة فاتت، أعتقد تقدر يمكن البعض مش الكل يتفق معايا إنه الوقت كان فيه بركة في الماضي أكتر من دلوقتي. دلوقتي أنت مش لاحق، وفعلا البعض عندهم أمنية إن هو يقرأ أكتر في الكتاب المقدس ولا يصلي ولا يركز شوية في حياته الروحية، ولكن المشاغل مش سايباه، صح؟ خلي بالك العالم قاصد يعمل فيك كده، عشان كده ربنا في المقابل إداك حاجات تفوقك من المشاغل دي. علامات في السماء. خبر بتقوله لنا جريدة ساينس نيوز وغيرها، آسف نيو ساينتست، التدهور هو ما يحدث في الكون، ولكن لا أحد من العلماء التطوريين يعرف لماذا. أوبا، إيه رأيكم؟ The universe tended toward disorder, but how come nobody knows why؟ إيه رأيكم؟ بيقول لكم العالم بيتدهور. يعني هو كان تصميمه رائع في البداية وحاليا بيتدهور مش بيتطور، وده بيعتبروه the biggest question in cosmology أو علم الفضاء. أوبس، ده انتوا بتعترفوا بالانتروبي اللي احنا قلناها في الجينيتك انتروبي والكوزمو انتروبي والكلام ده كله. يقولوا our disordered universe entropy is a one word answer to some of the deepest question in cosmology. So why does nobody know what it is؟ الكون بيتدهور. ده لأي إنسان حيادي مش بيشهد على التطور لكن يشهد على التصميم، التصميم الرائع ومن بعده السقوط والتدهور. إيه رأيكم؟ ده في مجلة مدارس أحد؟ لا، ده في نيو ساينتست. اتنين، خبر تاني في مجلة بحب جدا المجلة ده على فكرة، والفترة اللي أنا كنت مسافر وبعيد فيها يعني جاتني أعداد كتيرة فتسليت في قراية كتير منها فطلعت لكم شوية حاجات. anyway، عدم اكتشاف الدارك ماتر. انتوا عارفين انه لقيوا الكون ما ينفعش يكون ممسوك بهذه الطريقة. احنا بالنسبة لنا كمسيحيين معروف الذي فيه يقوم الكل، ربنا ماسك كل حاجة بيمينه، عشان كده الكون ما بينهارش ولا يتجه للفناء لان ربنا ماسكه. طب هما لما معرفوش يزبطوها ولا مش عايزين يعترفوا بربنا اللي ماسك الكل، طب يقولوا ايه؟ قال لك قوم ايه، 97% من الكون هو عبارة عن مادة قاتمة دارك ماتر ما بنشوفهاش، بس هي اللي مزبطة كل حاجة. طيب يا سيدي، تساؤل، لماذا لم نكتشف الدارك ماتر حتى الآن؟ واللي معناه بعد كل اللي عملناه ما اكتشفناهاش، يعني مش موجودة. طيب لو ما اكتشفناهاش ده معناه ايه؟ هذا يعني يجب أن نعيد التفكير في نظرية البيج بانج. أوبس، ده طلع الكون ممسوك مش انفجار والدارك ماتر هي اللي عملته بالشكل ده، ده طلع مصمم ومتماسك لأنه في قوة فوق العالم ماسكه بالطريقة دي. Why dark matters not show could mean a big bang rethink. هذه مجلة نيو ساينتست. علماء فضاء، خبر آخر، يكتشفوا ثقب أسود عملاق كان علميا لا يجب أن يكون له وجود في مجرتنا. عشان تعرفوا أن كل الفرضيات بتاعت النيبيولا وإزاي المجرة تكونت لا تصلح، وأدلة توجد تؤكد أن هذه المجرة وغيرها من المجرات والكون مصمم، لأنه لما يطبقوا قوانين الأستروفيزيكس ما بتنفعش، ما بتنفعش غير في وجود قوة خارقة فوق الكون هي اللي ماسكاه. تساؤل، هل المذنب اللي باسم شيطان الخراب سيأتي، مرة يقولوه شيطان الخراب ومرة يسموه إله الخراب، سيأتي ليخرب الأرض في إبريل سنة 2029؟ على فكرة فعلا متوقعين ان في مذنب، يعني في احتمالية ان يكون مساره جاي للأرض، ومذنب للأسف حجمه ضخم، لو جه للأرض يعني هتبقى كارثة. ايضا العلماء بيقولوا من الاحتماليات دي كلها لازم حاجة هتخبط الأرض، ده حسب رأي علماء انه سيحدث عاجلا او اجلا، الأرض هتتخبط بمذنب كبير. ايوة،
امتى ما نعرفش، قريب او بعيد، لكن هيحصل. الكلام ده اتنشر في فوكس نيوز، وده من توب ساينتست هم اللي بيحذروا. تصوير مذنب يخترق المجموعة الشمسية بسرعة كبيرة وبطريقة غريبة وخوف العلماء، ده من ساينس أليرت. مذنب آخر سيقترب بشدة من الأرض يوم 28 ديسمبر، ده من نيويورك تايمز. كرة نارية مضيئة ترى تعبر السماء فوق ألاباما يوم 2 ديسمبر، عشان تشوفوا كمية الكرات النارية اللي فعلا بتتساقط. يوم 2 ديسمبر نزلت 18 كرة نارية، يوم 6 ديسمبر 15 كرة نارية، يوم 7 ديسمبر 29 كرة نارية، ويوم 8 ديسمبر 13 كرة نارية. دول يعني معلش يومين ثلاثة بس، أنا آسف، لكن بصوا حتى يومين ثلاثة كمية الكرات النارية اللي نزلت، مش ده اللي قاله لنا الكتاب المقدس بالإضافة للمعنى الرمزي المهم جدا لتساقط نجوم السماء كقادة روحيين للأسف اللي هيتجهوا للنجومية بدل خدمة ربنا، أيضا بمعناها الحرفي بيحصل قدامنا. الطقس اللي فعلا زي ما قال سفر أعمال الرسل 2 أصبحت أمواج البحر تضج، كانت بتحصل السايكلونز والأعاصير والكلام ده، لكن ما كانتش بتحصل بالتسارع ده كله. كنا نسمع عن كل 10 سنين، مش نسمع عنها كل أسبوعين. سايكلون قوي برياح سرعتها 100 ميل، وهو اكشوالي تعدى ال 100 ميل، تضرب سواحل كاليفورنيا، ده من يو اس توداي، اعتقد ان هو وصل ل 106 ميل. تسجيل لاعلى موجه تحدث على سواحل كاليفورنيا ضربت رقم قياسي لارتفاع وصل ل 75 قدم ارتفاع الموجه، وده اعلى رقم قياسي سجلوه. كنا نسمع عن رقم قياسي كل كام سنه، دلوقتي بنسمع عن رقم قياسي كل كام اسبوع، بل ممكن يكون نسمع رقم قياسي اكتر من مره في الاسبوع. ده اللي قالنا ان امواج البحر اللي تضج هيزداد الضجيج بتاعها، هيزداد اضطرابها، وده فعلا وما كانش ينفع سفر اعمال الرسل يخمن الكلام ده. بالنسبه لهم من 2000 سنه نو واي ان حد يقعد زي لوقا الطبيب ويخمن لو ما كانش وحي الهي فعلا يقول الكلام ده. تسجيل ثلاثة تورنيدو يضربوا في نفس الوقت في أريزونا في حدث نادر ما شفهوش بهذا المنظر من قبل. سان فرانسيسكو تسجل أبرد يوم في نوفمبر لم تعاني مثله من سنة 1896. بريطانيا قد تعاني من أبرد شتاء لم ترى مثله من 100 سنة. الصحراء الكبرى تتغطى بثلوج في منظر عجيب، اللي انتوا شايفينه ده مش منطقة في ألاسكا، ده الصحراء الكبرى اللي متغطية تلج. فيضان مفاجئ يقتل 16 شخص في أوغندا، وفعلا الأرض بقت تاكل سكانها بطريقة غريبة هذه الأيام، ده من بي بي سي نيوز. اللي في نفس الوقت زادت التلاطم أمواج البحر وزادت فيه تساقط نجوم السماء برضو بمنتهى الدقة العجيبة، زادت فيه الزلازل. بتحصل زلازل قوية أيوة، لكن ما كانتش بهذا المعدل المتسارع. يوم الثلاثة اللي فات 20 نوفمبر 40 زلزال، منهم 2 في نفس اليوم 6.3، واحد 6.3 في روسيا، واحد 6.3 في بورتو ماديرو، و5.8 في الأرجنتين وغيره. يوم الأربعاء اللي فات 21 نوفمبر 54 زلزال في يوم، واحد كمان منهم 6.1. الأسبوع اللي قبل الماضي حصل فيه 104 زلزال قوي في نفس الأسبوع من USGS، منهم 3 زلازل أكتر من 6، أو actually 4 زلازل 6 أو أقوى. يوم الجمعة 6 ديسمبر حصل 43 زلزال منهم 6 ريختر. يوم السبت 7 ديسمبر 41 زلزال. الأسبوع ده حصل فيه 88 زلزال منهم مرة أخرى 4 زلازل بقوة 6 ريختر.
شرق أوروبا تهتز بزلزال 6.3 وشعر به في مناطق مختلفة. زلزال نادر يضرب في منطقة بلايموث. 15 زلزال يهز مدينة صغيرة في تينيسي في يومين فقط. زلزال بقوة 6 ريختر سبب بعض الخسائر في جزيرة في ألاسكا، واللي في نفس الوقت برضو زاد فيه الدخان اللي بيتكلم عنه سفر أعمال الرسل. ما تابعتش قوي للأسف، ولكن ملخص البراكين النشطة الأسبوع اللي قبل اللي فات يوم الأحد 1 ديسمبر، كل دول براكين نشطة في نفس اليوم. بدل ما كنا نسمع عن 3 4 5 براكين نشطة في السنة، بص بينا نشوف كم واحد نشطين وبقوة في نفس اليوم. وفاة 5 أشخاص و20 آخر مفقودين كانوا يسرعوا للنجاة بحياتهم بعد انفجار بركان فجأة في نيوزيلند، ربنا يرحمهم يعني. ده من ديلي ميل. وبعد كده للأسف يعني آخر حاجة، آخر أبديت سمعته، غالبا أغلب المفقودين اتضح إن هم خلاص وفيات ويتزايد عددهم. البركان ده انفجر فجأة وأطلق دخان وحجارة وصلت لغاية ارتفاع 12 ألف قدم في الهواء. متخيلين؟ ده من جريدة صان البريطانية. ملخص البراكين النشطة يوم الحد اللي فات، كل دول من يو اس من فولكينو ديسكفري، كل دول براكين نشطة في نفس اليوم. موت الكائنات الحية، حدث ولا حرج، وشوف كمية الكائنات اللي ماتت قد ايه بعد ما كنا نسمعش خالص في السنة او حالة او اتنين او تلاتة لغاية 2005 و6 و7 بنفس الساتلايت ووسائل الاعلام والرصد والعلماء البحريات والكلام ده كله. بص بينا نسمع عن كم حالة في الاسبوع. هل يا ترى هوشع 4 وصفانيا 1 يقولوا الحيوانات البرية وسمك البحر ينزع ونجوم وطيور السماء تسقط ميتة ويقولوها بالصدفة وتحصل فعلا في أواخر الأيام قبل عقاب الإنسان، اللي في نفس الوقت اللي بتحصل كل بقية العلامات؟ يوم 15 نوفمبر، موت آلاف الأسماك في خليج في أسبانيا. نفس اليوم، موت كم ضخم من القشريات البحرية بطريقة لم ترى من قبل في نيويورك. يوم 17 نوفمبر، موت كم ضخم من القشريات البحرية بطول 7 كيلومتر في شاطئ في السلفادور. كل ده قشريات بحرية ميتة بمدى على مرمى البصر لمدة 7 كيلو. متخيلين؟ يوم 18 نوفمبر، موت مئات من الطيور البحرية على شواطئ في سيدني أستراليا وقعت ميتة من ياهو نيوز. يوم 21 نوفمبر، موت أكثر من 130 ألف من سمك السلمون في مزرعة في كندا. كل اللي شايفينه بصورة من هليكوبتر كله ده سمك ميت. نفس اليوم، موت أكثر من 20 ألف خنزير بسبب إنفلونزا الخنازير في رومانيا، وده على فكرة كارثة بتحصل في الخنازير لأنها تمثل جزء مهم من الثروة الحيوانية للبشر. ففي جزء كبير من الثروة الحيوانية للبشر بيتموت هذه الأيام وهو الخنازير، بالإضافة طبعا للدجاج وإنفلونزا الطيور. فللأسف بالإضافة للمشاكل اللي بتحصل في الخضار والفاكهة ونقصهم الشديد بسبب الأعاصير والجفاف، فالبشر ممكن يدخلوا في مجاعة. كمان الحيوانات اللي بتطور والطيور اللي بتموت هتقود البشر لمجاعة أكتر. أيضا في نفس اليوم، موت أكتر من 45 ألف خنزير بسبب إنفلونزا الخنازير في الفلبين، وأيضا موت 45 سلحفاة بحرية في شاطئ في تكساس في أمريكا. مرة تانية أنا مش جاي أقول نشرة وفيات الكائنات، مش ده هدفي على الإطلاق، لكن ده اللي قاله لنا الكتاب هيحصل، وقاله لنا هيحصل قبل عقاب الإنسان، وذكره لنا هوشع 4 وصفانيا 1 بدقة. ما ينفعش إن الكلام ده يحصل ويكون الكتاب متألف ولا متحرف. طب ليه قال لنا الكتاب هيحصل؟ واحد، عشان ما نخافش لما نسمع الأخبار المزعجة دي. اتنين، عشان نؤمن بروعة هذا الكتاب للزمن اللي بيشككونا جدا فيه، بل بيحاولوا يشككونا في عدم وجود إله هذا الكتاب. وتلاتة، علشان ننتبه في زمن بيحاول العالم يسرق وقتنا ويشغلنا عن حياة الاستعداد. الأوبئة اللي زادت أيضا،
موت 7 أفراد من بكتيريا أكلت لحوم البشر في سان دييغو بسبب تعاطي الهيروين. عشان تشوف الانحلال الأخلاقي اللي زاد في آخر جيلين بس، من بعد ما أمريكا كانت محترمة جدا أخلاقيا هي وأوروبا وغيرها في الخمسينات القرن الماضي، بعد الانحلال الأخلاقي وكمان ليس فقط البوي فريند والجيرل فريند لكن وقت عصر الشواذ، أمريكا تعاني من أعلى معدل إصابة للأمراض الجنسية، الجونوريا والكلايميديا والسيفلس في التاريخ. ده من الاندبندنت. الصين ترى بداية إصابة بنوع من الطاعون، النوع ده في الماضي أباد تقريبا تلت البشرية. تسجيل أول حالة إصابة ينقلها قرد لبشر من عدوى هيربس مختلفة قاتلة. ده من ديل ستار. انتشار قوي لمرض في تينيسي، المرض ده يشبه الانفلونزا، فلو لايك إلنس. اكتشاف في منتجات الخنزير في وولمارت بكتيريا معدية سوبر باج مقاومة للمضادات الحيوية. ده من نيوزويك. فللأسف للأسف حتى الأطعمة النصف مجهزة أو حتى الحاجات اللي بتتباع في سوبر ماركت بعض منها بيكون فيه إصابات. أخبار حروب. إيران وروسيا والصين يقيموا تدريب عسكري مشترك، بيعملوه كرسالة للعالم، للغرب سواء أمريكا أو إسرائيل أو الاتحاد الأوروبي. طبعا لما نسمع عن اسم الصين وروسيا وإيران، وطبعا عارفين ان معاهم او مؤيد ليهم كمان تركيا وهكذا، نلاقي القطع بتاعه حسبيال 38 بتتجمع اكتر، معرفش امتى ولكن كل مالها بتتجمع اكتر. امريكا تعتبر ان الفضاء خلاص هيصبح ساحه حرب، ولازم تسلح الفضاء ده حاجه لابد منها. الصين تتهم أمريكا بالتعدي بعد ما أي ترامب المتظاهرين اللي طلعوا في الصين ضد نظام إكسي. كوريا الشمالية تقوم باختبار عسكري هام جدا، وربنا يستر من اللي بتعمله الاختبارات اللي ممكن تودي في داهية. أيضا توقع أن كوريا الشمالية غالبا لازم هتحاول تطلق ساتلايت آخر، لأنها من ساعة فبراير 2016 لم تطلق ساتلايت، وأغلب اللي أطلقتهم ما بيعملوش بكفاءة. شكراً أستاذ لايت أوف كرايست، وشكراً لكل الأساتذة الأحباء اللي بيسلموا، ربنا يحافظ عليكم يا رب. إيران تعمل على تطوير صواريخ لها قدرة نووية بالفعل. لو حد يعني متعاطف مع إيران، لا ما يعني ما بتتعاطفش قوي، خلي بالك. إيران مش هترحم. أخبار عن أن إيران بتدي العراق صواريخ قادرة على الوصول لإسرائيل ومواقع عسكرية أمريكية. البحرية الأمريكية تعتقل حمولة صواريخ إيرانية كانت رايحة لليمن. ففعلا إيران بتمول اليمن علشان تهجم على السعودية. إيران تتعهد بتدمير أمريكا وإسرائيل والسعودية لو عبروا الخطوط الحمراء. يتكلموا على السعودية ماشي، إسرائيل يمكن، لكن كمان أمريكا. ده من ديلي ميل. الإرهاب يعود للندن، فطبعا الغرب اللي فتح أبوابه لما يسمى بين قوسين اللاجئين، وللأسف أغلبهم أو جزء منهم داعش. وفاة 2 في حادث طعن بالسكاكين للمشاة في الطرق. ده من جريدة صان البريطانية. ايه رأيكم؟ الغرب فتح احضانه لما يسمى باللاجئين، فكل اللي عملوه ان هم طعنوا. يا اما المسلم يطعن بالسكاكين، يا اما يركب له عربية ويدوس له كم واحد بريء في الشارع. هذا اللي بيعمله. طالب سعودي هو المتهم في حادث اطلاق النار في قاعدة جوية اتقتل فيها 4 اشخاص في امريكا. الشرطة اليهودية
تحبط محاولة إرهابية لعرب بيعيشوا في أورشليم وينتموا لده، عشان تعرفين إنه في إسرائيل في تقريبا 2 مليون عربي وكتير منهم مسلمين عايشين، وإسرائيل تتقبلهم تماما على عكس كل الدول العربية، ورغم ذلك بيروحوا يعيشوا في إسرائيل وبيعملوا فلوس كويسة ويقتلوا، يحاولوا يقتلوا اليهود. أخبار عامة، العلماء آسف يقروا، خلي بالكم من الخبر ده، إن الفرق بين الحياة والموت مش بس تفاعلات كيميائية زي ما كان بيحاول بعض الملحدين يقولوا. بيقولوا طيب، احنا طبعا كنا نتكلم زمان هو ايه تعريف الموت بالنسبة لنا روحيا او كتابيا، اللي هو فرقة الروح للجسد. اما بالنسبة للملحدين كانوا بيحاولوا اما السكتة المخية اما السكتة القلبية. التساؤل، ليه كل ما بيبحثوا زيادة بيلاقوا مع البحث الخط الفاصل ما بين الحياة والموت يزداد غموض اكثر، فبعد الموت لا يزال ممكن يحدث تخاطب وغيره من الأمور اللي ما بيعملهاش الجسد الميت، مما يشير إلى أن نهاية الحياة ليس كما كانوا يعتقدوا. يمكن الكلام ده جايباه مجلة مسيحية، لا برضو مجلة New Scientist. Why the line between life and death is now more blurred than ever. إيه رأيكم؟ طبعاً ليه رغم كل ده مش عايزين يعترفوا بوجود الروح؟ لأنه لو اعترفوا بالروح لازم هيعترفوا بالأبدية اللي هتروحها الروح، وهم مش عايزين يعترفوا بده رغم أن الأبحاث بتشير إليها بوضوح. في حاجات بتحصل بعد موت الإنسان لا يصلح تفسيرها أن الإنسان عبارة عن جسد فقط بشوية تفاعلات كيميائية، لا. تحقيق آخر برضو من نشر في مجلة New Scientist يوضح أن وجود حياة بعد الموت هذا أمر يؤمن به، حتى لو ما بيصرحوش به يؤمن به كتير حتى الملحدين. كلام ده مش في مجلة مسيحية، كلام ده برضو في New Scientist. زي ما قلت لكم الفترة اللي فاتت قعدت أريد كتير في مجلة New Scientist. anyway، Why almost everyone believes in an afterlife, even atheists. إيه رأيكم؟ طبعاً مش هيقدر يعترف بالكلام ده، ولكن actually بينهم وبين نفسهم بيقروا. للأسف بعض الحاجات اللي بتحصل توضح لكم إزاي الإنسان يعني مستهتر جداً وبيلعب بحاجات فوق مستواه جداً. تجارب الصين على تصنيع أجنة بشرية معدلة جينياً لمقاومة الإيدز قد تكون ارتكبت طفرات غير مقصودة مضرة تودي في داهية. ده من الجارديان. تصنيع جنين مهجن ما بين خنزير وقرد في تجربة غريبة، ومن 4000 محاولة 10 يعني عاشوا لغاية الولادة وكلهم ماتوا، في ما عدا 2 ماتوا بعد أسبوع من الولادة، لكن ده اعتبروه إعداد إن هم يحطوا أعضاء بشرية في أجنة الحيوانات زي الخنازير والقرود. ده من جريدة ذا صن البريطانية. علماء إسرائيليين وجدوا وسيلة لعلاج سرطان البنكرياس في 14 يوم من جيروزاليم بوست. هي حتى الآن كلام على أنه هو على الحيوانات، لكن ربنا يدبر ويتم تطبيقه على البشر، لكن ده وعد كويس. الأمن القومي الأمريكي يقترح برنامج فحص الوجوه للمواطنين. للأسف أمريكا هتقلد الصين. طبعا الموضوع ده بقي في المطار خلاص، بقي ده أساسي. الصين تجعل فحص الوجه إجباري حتى بتليفونك المحمول. ده من ياهو نيوز. يعني الصين عايزة تخلي مانداتوري فيس سكانز لي حتى للتليفون بتاعك. الصين بتحاول بأي شكل تنفذ أسلوب قمعي للمواطنين وتجبرهم أن يكون خاضع للدولة بأي شكل، ومع الدولة ومؤيد ليها، والدولة تسيطر عليه وتراقبه في كل حاجة بيعملها. الـ FBI تطلق تحذير رسمي. فاكرين الكلام اللي كان بيتقال زمان كما لو كان نظرية مؤامرة؟ دلوقتي خلاص بيقروا بيه رسميا.
فاكرين زمان لما اتقال انه التلفزيونات زي سامسونج وغيره فيها كاميرا وميكروفون بيتصنط عليك، والاخبار دي لما زادت سامسونج نزلت تحذير الحاجة اللي انت مش عايز تقولها او ما تتسجلش عليك صوت وصورة ما تقولهاش قدام التلفزيون، فاكرين الاخبار دي؟ دلوقتي الـ FBI بيطلق تحذير رسمي ان الهاكرز يقدروا يخترقوا مش الكمبيوتر بتاعك، كمان تلفزيونك، من خلال توصيلة النت. لما توصل النت عشان تتفرج على يوتيوب تشانل ولا نتفليكس ولا الكلام ده كله، فتوصل تلفزيونك بالنت، بتعوت التهكير بيهكروا على تلفزيونك مش على الكمبيوتر بتاعك، ويتصنطوا عليك من خلال الميكروفون والكاميرا الخفيين اللي موجودين في أغلب التلفزيونات وخاصة سمارت تي في. إيه رأيكم؟ ده من فوكس 5. الكلام ما أصبحش نظرية مؤامرة إنيمور، الكلام ده بقي حقيقة. تلفزيونك ممكن يكون بيتجسس عليك، وممكن هاكر يسيطر عليه أو الحكومة تسيطر عليه وتتجسس عليك وتعرف أنت بتقول في إيه وبتتصرف بتعمل إيه طول ما أنت قدام التلفزيون. إيه رأيكم؟ بالظبط، قاعد تاكل بطيخ بس خلي بالك من البذر. اكتشاف حفريات أكثر لتعابين كانت بأرجل تؤكد ما قاله الكتاب المقدس، واللي لسه كنا نتكلم عليه من حاجة بسيطة جدا النهاردة، وده منشور في ذا جيروزاليم بوست. فلقيوا حفريات لأجناس أكثر من تعابين، فعلا حفريات هتشهد بوضوح انها كانت عندها ارجل وضمرت. As the Bible write, newly discovered fossils show snakes had legs. والكلام ده اتنشر في Science Advance كمان. عشان كده بقول ان لما بنقول ان في حفريات لتعابين كانت عندها ارجل وضمرت، ده فاكت، ده خلاص اصبح مثبت من الحفريات، لكن التفسير هو اللي بنختلف عليه. أخبار اقتصادية. طبعا الأمل أنه تتوصل أمريكا والصين إلى اتفاق اقتصادي، للأسف الأمل ده بيموت، لأن الصين بتحاول مصرة على العناد، وطبعا قصادها ترامب برضو بدماغه الناشفة. فوول ستريت يبدأ يدخل في حالة رعب، ربنا يستر من كساد عالمي. عدة علامات توضح أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى ريسيجن، كساد، ربنا يستر، لأنه فعلا هو الاقتصاد العالمي تعبان، فلو دخل في كساد هتبقى كارثة. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا، وحضراتكم شايفين اللي أصبح كل واحد بيهاجم المسيح كما لو كان بيقدم خدمة لفكره ولا لإلهه ولا whatever. أصبحت المسيحية مضطهدة بأنواع مختلفة ولكن في كل العالم. مسلح مسلم فتح النار على كنيسة في بوركينا فاسو فقتل 14، يا رب منهم القسيس وأطفال، وجرح العديدين. آدي المحبة الإسلامية، يتأسلم يعني يفتح عليك النار في كنيستك. فعلا ديانة الرحمة الإسلامية. خطف 629 فتاة وسيدة مسيحية في باكستان وبيبعوهم للصين. إيه رأيكم؟ مبشر مسيحي يتقتل في تركيا، وبالفعل يؤكد أو يزود من مشاعر الخوف أنه التركية بتتجه إلى تزايد اضطهاد المسيحيين، أو اتجاه عام في تركيا لاضطهاد المسيحيين. الصين تستمر تراقب التليفونات المحمولة، وبتعلم على أي تعبير مسيحي زي الله القدير Almighty God أو غيره. وانتوا عارفين ان الصين ازاي بتضطهد المسيحية، وبتحاول تعمل كنترول وتمنع التبشير المسيحية بأي شكل، وتمنع ان حد يتكلم مع الماينورز على الرب يسوع المسيح ونشر الكتاب المقدس وغيره. استمرار محاربة جمعية التحرر من العقيدة للكريسماس، قاعدين اللي هم من الملحدين يعني ما عندهمش مشكلة مع الإسلام ولا غيره ولا البوذية ولا الكونفوشيوسية ولا غيره، هم من عندهم مشكلة بس في المسيحية ورموزها. الكريسماس ده مجنن الملحدين، مركبهم 100 شيطان. فجمعية التحرر من الأديان، لكن هي التحرر من دين واحد أو من عقيدة واحدة اللي هو المسيحية، طبعا انتوا عارفين
فبسببهم يتمنع عرض مشهد المزود في احتفال الكريسماس السنوي في مدرسة إدمون الابتدائية. أيضا مدينة دولوار تمنع عرض المزود السنوي بسببهم. بيخافوا ليه من المزود؟ ما بيستحملهوش ليه؟ مدرس في كاليفورنيا مدارس في كاليفورنيا ترفض عرض أغنية للكريسماس اللي هو Joy to the World اللي هو على المسيح بحجة إن هي دينية. ده من فوكس نيوز. مسؤول مسيحي في تكساس يوضع في مشاكل لأنه رفض أن يقيم زواج للشواذ. طبعا عرضوا للشواذ ما يصدقوا ويرفعوا قضية ويطلبوا تعويض عشان أهم حاجة بس يخربوا بيت المسيحيين، رغم أنه كان يقدر يروحوا لأي واحد تاني غير مسيحي. إلهان أومار المسلمة اللي الديمقراطية اللي زيها زي كلينتون وغيره اللي اتجوزت أخوه عشان تدخلوا أمريكا لو تفتكروا. إلهان أومار المسلمة، أنا آسف جدا على الخبر ده وسامحوني، تقود صلاة إسلامية في أحد الكنائس الكاثوليكية وهي تنشر الفيديو بنفسها. متحف ياباني يدعي إنه المسيح ما تصلبش، هي كانت ناقصة كمان اليابان. طب إيه اللي حصل؟ المتحف الياباني بيقول لكم لا، مش طلع المسيح هرب لليابان، هو هرب لليابان ولا للهند ولا جبال التبت ولا هرب فين ولا فين بالضبط. فالمتحف الياباني ده بيقول لكم قال المسيح هرب وراح اليابان وعاش لغاية سنة 106 في اليابان. وطبعا لما عاش 106 سنة عنيه ديقت طبعا، انتوا عارفين، آسف سامحنا يا رب. وعلى طول طبعا وسائل الأخبار تقول لك ده هزة للمسيحية. اختراع لعبة إلكترونية عشان تشوف ازاي بيحاولوا يسخروا من المسيحية والرب يسوع ازاي. لكن يعني قبلوا الابن اللي الله يغضب فيضل عن طريق الحق. اختراع لعبة إلكترونية اللاعب فيها على الآيباد ولا السيلفون ولا تيفر قال بيقوم بدور المسيح فيعمل معجزات ويصارع الشيطان ويتصلب. الانحدار الأخلاقي اللي فعلا وصلنا له بمنظر بشع احنا أصبحنا في العالم اللي عايشين فيه. خبر كويس في البداية، بسبب مجهودات المجموعات المسيحية وخاصة أو جمعيات مؤيد الحياة الجنرال، معدل الإجهاض بدأ يتناقص في الآونة الأخيرة في أمريكا بسبب مجهودات مؤيد الحياة. أنتوا عارفين أنه الملحدين يعني بيأيدوا الإجهاض ما عندهمش أي إشكالية، لكن كتير من الجمعيات المسيحية بيرفضوا هذا الأمر وبيقوموه واللي هم بيسموا برو لايف. فبسبب مجهوداتهم رغم الحروب الضخمة اللي عليهم إلا أن مجهودهم جاب فايدة وبدأ يتناقص جدا معدل الإجهاض في أمريكا. لكن في المقابل للأسف اسم محمد يدخل ولأول مرة في قائمة أكثر 10 أسماء انتشارا للمواليد الحداثة في أمريكا. فبعد ما انتشر في بريطانيا دلوقتي داخل في أمريكا. عشان بيخلفوا كتير وبيسموا محمد كتير. آدي أوباما اللي فتح البيبان لأمريكا عشان يدخل مسلمين، شوف اللي حصل إيه. وطبعا ترودو زيه في كندا وهكذا في أوروبا. راجل يقرر إنه يتجوز رسميا الروبوت الجنسي بتاعه، آسف اللي هو السكس روبوت اللي يمتلكه واللي بيعتبر الإنسان الآلي إن هو ده الجيرل فريند بتاعه، فقرر يتجوزها. ليه؟ ايه مجدهم في خزيهم دي؟ ليه لازم يتجوز رسميا الانسان الالي؟ طبعا اللي في الغرب عارفين انه شعار الشواذ شالوا كلمه ربنا وحطوا كلمه حب، بدل ما احنا بنقول God is love الشواذ يقول لك love is love. حضراتكم تسمعوا التعبير ده اكيد. تنبيه، خلي بالكم هذا الشعار تضليلي مش بس من ناحيتنا كمسيحيين لانه شالوا كلمه ربنا اسم ربنا منه. فالإعلام المؤيد للشواذ بيشجع على تعداد العلاقات، بل بيشيد بقصة علاقة جنسية بين 4 شواذ وسيدة الخمسة مع بعض. آسف على الخبر، آدي اللي بيعمله الإعلام عشان يغوي الشباب والصغار بموضة الشذوذ.
الشذوذ في أغلبه، الغالبية الساحقة من الشذوذ هو مش يا حرام غصب عنهم، الغالبية الساحقة من الشذوذ هو موضة بيغسلوا بيها مخ العيال زي سدوم وعمور. عشان كده نسبته إذا كانت 3/4 من 1% ولا 1% حتى ولا أكتر، وفي ازدياد سريع كموضة، مش عشان يا حرام لا جينيا ولا هرمونيا ولا ظروف، لا، علشان بيضحك عليهم وبيقنعوهم فبيفكروها موضة. آسف على الأخبار الجاية. استمرارا لتساقط النجوم بمعناها الرمزي، قصة آخر يطلع علينا ويقدم اعتذار للشواز ويرحم بيهم في كنيسته. طب يا ترى قدموا توبة في الأول؟ على فكرة احنا نقبل توبة الشواز، يتوب عن خطيتهم المرفوضة وباب التوبة مفتوح، لكن ما ينفعش يجي وسط جماعة المؤمنين وهو عايش حياة الخطية زي زاني كورنثوس. هذا المبشر المسيحي ولا القس المسيحي بتاع ميجا تشيرش عمره ما قرأ رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس ولا قصة زاني كورنثوس، عمره ما درسها في الكتاب المقدس ولا عنده كتاب مقدس مختلف عن اللي معانا. كنيسة في السويد تستبدل الصورة بتاعة آدم وحواء في الجنة بمجموعات مختلفة من الشواذ مع بعض، راجل وست 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 وراجل وراجل، آدي اللي وصلت له. دولة اسميين للأسف، تساقط النجوم. المتحول الجنسي اللي عمل قضية وطالب وقاضى محل إزالة الشعر بتاع السيدات، إن هو رغم إن هو راجل بيولوجيا ولكن بيدعي إن هو واحدة ست عشان متحول جنسيا، فقاضى محل إزالة الشعر بتاع السيدات لما رفضوا، دلوقتي بيطارد قضائيا طبيبة نساء عشان تقبله كمريضة غصب عنها. طب تتعامل واحدة دكتورة تخصص جاينيكولوجيست، دكتورة ستات، دكتورة نساء، تتعامل مع راجل ازاي حتى لو هو بيدعي ان هو ست بس هو بيولوجين راجل؟ ادي اللي بيعملوه. شاذتين بريطانيتين مرتبطتين والاثنين قال بيحملوا باطفال الانابيب. طب ما كانوا يكونوا اسر معتدله. ده من التلغراف. هليود تسعى للتربح اكتر من نشر قصه دراك كوين للشواذ، وطبعا هليود زي ما نشرت زمان في افلامها الحب والعلاقات ويا حرام والبوي فريند والجيرل فريند بقصص عاطفيه تخلي البوي فريند والجيرل فريند كما لو كان حق، دلوقتي الشذوذ يبقى حق، وزي ما قبلها كانوا بينشروا قصص التطور واعتبرت كما لو كانت حقيقه. ادي اللي بيعملوه. ونفس وسائل التعليم اللي بتنشر تعليم التطور والإلحاد، نفس المدارس ونفس المؤسسات، أنا آسف، هي اللي بتنشر في المدارس تعليم الشذوذ بنفس الطريقة. وقريب هيبقى الشذوذ حقيقة زي ما بيتقال على التطور حقيقة. طرد مدرس بديل في مدرسة أمريكية، لأنه كل اللي عمله طفل كان بيفتخر أنه في اتنين شواذ هيتبنوه فيعني عاتبه، فازاي وازاي راح الطرد. مجموعة شواذ يطالبوا من قناة هولمارك أن يعرضوا صور كريسماس مخصوصة للشواذ. إيه رأيكم؟ كريسماس ده مش بتاعكم، أنتوا بتتلزقوا فيه ليه؟ ده اللي بيحصل. وطبعاً كل ده مين اللي بيهاجموهم وقصدهم؟ طبعاً صغار النفوس اللي هم من عايزين يستهدفوهم. عشان كده إحنا علينا دور، محتاجين أن إحنا نصلي، محتاجين أن إحنا نستعد، محتاجين ان احنا نبقى مصابيح مضاءة ونخدم ولاد ربنا خاصة صغار النفوس. محتاجين حقيقي نتكلم في الزمن اللي عايز يمنعنا تماما، وفي نفس الوقت نحاول نتوب عن اي خطية. ليروا اعمالكم الحسنة، حاولوا تستعدوا لمقابلة ابونا السماوي في اي وقت. عشان كده اي خطية مسيطرة عليك مفيش وقت، لازم تتخلص منها الان. ولو ما تمسكتش بالمسيح من الان بسبب المشاغل، ممكن للأسف المستقبل القريب ما تقدرش. ربنا قال لنا الحاجات دي كلها قبل ما تحصل، عشان ما تحصل ما نخافش، زي ما قال لنا معلمنا بطرس أما خوفهم فلا تخافوا. وأيضا قال لنا قبل ما تحصل عشان لما تحصل نؤمن بروعة كلام ربنا ووحيه في كتابه المقدس. في زمن بيشككونا في الكتاب المقدس بل بيشككونا في وجود ربنا نفسه، لأنه مستحيل كانت الحاجات دي تتحط بالصدفة وتنطبق قصاد عينينا بمنتهى الدقة بهذا المنظر. والحاجة الثالثة عشان ننتبه ونستعد،
في زمن العالم بيتفنن ان هو يشغلك. فربنا قال لك الحاجات دي لما تبدا، متى ابتدا تكتمل انت؟ في ايام، في قرون، ما اعرفش، لكن ربنا قال لك لما تبدا انت ترفع راسك لفوق، لان نجاتك تقترب. عريسنا قرب، ولكن الشيطان برضه عارف، وعارف ان ليه زمان يسير، وقال الكتاب ده. فخلي بالك. ربنا يبارك حضراتكم. المسيح اقترب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة، واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع.